بالنسبه للسروال انا هنايا غادي نوريكم طريقه كيفاش ديروه. انا من المخصي نتوضوا على 4، ولكن مثلا انا عندي القطعه اللي بقات ليا ملي جيت حسبتها لقيت انها ما غاديش تكفيني الا طويتها على 4، يعني ما غاديش تعطيني، غادي تصاوب ليا الامام ولكن ما غاديش تصاوب ليا الخلف. داكشي علاش غادي نوريكم الطريقه اللي تخدموا بها في حاله ما كان الثوب ما غاديش يكفيكم هكا في العرض، غادي نخدموه بطريقه الداخله في الخارج، يعني اللي كنديروا في صاله الجلابه غنطبقها دابا حتى في السروال. غير خاص الثوب يكون سامبل، ما يكونش فيه مثلا ما يكونش فيه شي زواقع هكا اللي تقدر تجي مخالفه ولا شي حاجه، يعني عندي هاد الثوب سامبل نقدر نخدم بها فيه ونطبقها لي. اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نخليه 9 سنتيم من هنا، من هذا القياس هذا غادي نخليه 9 سنتيم ديال البلاستيك. حدد 9 ديالي، غادي نخلي 9 كما قلنا 9 هادي ديال البلاستيك. غادي نسطرها، مسديوش على هاد المسطرة، مبعرفش ولدي فين كتحطي المسطرة ديالتي، كيبقاو يلعبو ليا بها كتحطي داكشي، ولكن عندو الدراري الصغار متيخليوش حتى شي حاجة في بلاصتها. المهم هي 9، غادي نحدد هاد 9. دابا من بعد هاد 9 هادي غادي نحط العبار ديال لي هونش ديالي مقسوم على 4، زائد كذلك دائما ملي كنحسبو العبار ديالنا القاعدة اللي قلت لكم اننا كنضيفو 4 سنتيم ديال الخياطة، سنتيم كل سنتيم كيمشي لنا من واحد الجلد. دابا في العبار ديالها غادي نحط ليها 34، نتأكد من العبار ديالي، لا عفوا تكون عندها ماشي 34، عندها 33، قد التوب ديالي هي 33 ديالي. هاد 33 غادي نهبط بها كذلك، غادي نشكل واحد المربع من هنا، هنا غادي نهبط 34 نيت ب 33 باش درت هيا نفس القياس هو اللي كنهبط به 33، غادي نسطر هاي 33 ديالها، غادي نحددها عاوتاني حتى هنايا، نشوف شحال بقى ليا بعد، يعني واش خلات ليا بعد ما حددت، غادي نشوف هنا شحال بقى ليا، بقات لي 6 سنتيم حيت انا غنخرج لهنايا هنا ب 6 سنتيم هي هاديك. غادي نخرج من هنا لهنا بستة ديال السنتيمات هي اللي خليت اصلا، وغادي نطلع بستة وحده اخرى هيا، وغادي ندير واحد القواره من هنا لهنا. تقدروا ديروها بيديكم، تقدروا تستعملوا بانكم تستعملوا هاد البسطول هذا، غادي ندير القواره هكا، هذا هو الامام. دابا غادي نحط، غادي ندير جا ولدي برسطني قطع ليا كما قلت لكم، دابا من بعد ما قديت الثوب ديالي بحال هكا حددت هذيك 9 سنتيم، ها هي ها هو الامام هنا، الخلف كاين في اللور. دابا الاستثناء اللي كاين في بين الفرق اولا الفرق اللي كاين بين الامام والخلف هو انني الامام هنا غادي نجي دابا من هذه البلاصه هذه غادي نطلع ب 10 ديال السنتيم، نطلع ب 10 في الاول في الامام، طلعنا غير طلعت ب 6 سنتيم باش طلعت في الامام، هنا دابا في الخلف غادي نطلع ها هي ب 10 من هاد القاعده هادي، شفتو 10 سنتيم من هنا لهنا، غادي نخرج ب 8 سنتيم زايده على الامام، كما كتعرفوا بلي راه الوراء دائما كيكون زايد، الخلف تيكون زايد هكا القطه ديالي.
غادي نصل دابا بين هاد النقطه هادي بين هنا وهاد النقطه هادي. هاد 8 سنتيم انا كيفاش لقيتها؟ يعني كتشدوا البسان ديالكم ولا ليهونش كنقسموهم على جوج، من بعد ما كنقسموهم على جوج كنعاودو نقسموهم، داك كتشدو داك النصف ديالهم تنقسمو على 8، اللي خرج لينا هو اللي كنخرجو به هنايا في الخلف. دابا غادي نعاود نقاد الدورة، كتشوفو معانا دابا عاد غنقطع. ومن هنا المنتصف اللي كنا حددنا، شوف واش باين لكم المنتصف اللي هو هذا اللي كنا حددنا، فها هو علمت المنتصف، غادي نخرج من هنا لعند هذا المنتصف، دير خط هكا مستقيم لعند هذا المنتصف، ومن هنا انا غادي نكمل التقطاع ديالي عادي. هذا هو الفرق بين الامام والخلف، هذا الفرق الاولي. من بعد كاين واحد الفرق اخر استثناء اللي تا هو هذا كيكون غير في الامام ما تيكونش في الخلف، هو اننا هنايا في القدام تنهبطوا بثلاثة ديال السنتيمات وتنخرجوا بالزيرو. المهم انا غادي نقطع دابا وغادي نوريكم من بعد كيفاش غادي ديروا هادي ما تقيسوهاش ما تقطعش، البلاصه اللي كتقطع هي هادي. غنقطع دابا هنا وغادي نمشي هكا، نمشي على هاد العبار ونجي حتى لهنا المنتصف وغنكمل نيشان نفس القياسات ديال الامام. هذا هو الفرق. من بعد دابا ما غادي نكمل وغادي نوريكم ديك 3 سنتيم اللي غادي نحيد في الخلف في الامام. غادي نهبط بثلاثة سنتيم، كتشوفو هاد ثلاثة سنتيم غادي نخرجها لعند الزيرو لي، وغادي نقطع ثلاثة سنتيم هادي. فبالتالي هنا كيولي عندنا ستة سنتيم في الأمام يعني ديال البلاستيك، والخلف كتكون عندنا تسعود سنتيم. هنا ما كنقيسوش كنخرج بزاف، هذا هو الامام. دابا الخلف كما قلت لكم بقى كما هو. دابا غادي نصاوبو لكم باذن الله. زعما وريتكم واحد الحاجه هي انه ديال السروال كيفاش تخيط السروال. فالسروال راه كما كتشوفوا هنايا غادي نلصقوا هنا ديك التقويرات الفوقانيين، غادي نلصقوهم مع بعضياتهم الامام مع الخلف بهذا الشكل. هذا هادو اللي كيتخيطوا الاولين، كنخيطو هاد الجزء هو الاول، كنخيطو الجزء الاخر المنهي، كنخيطو هاد الجزء حتى هو مع بعضياتو، هذا حتى هو يتخيط مع بعضياتو. هذا كنلقيهم ديك الساعات من بعد ما كنخيط هنا مع هنا كنشدوهم كنزديهم من المنتصف بحال هكا، كنوليو نخيطو شوفو بحال هكا، كنوليو نخيطو هنايا، كنقسمو ديك الساعات رجلين، كنفصلو رجلين. هذا كيتخيطو رجلين هكا، كتهبط هاد الخياطة ديال هاد الرجل والخياطة ديال هاد الرجل، كتخيط هذا مع هذا، يعني كنخيطو ديك الساعات رجلين. أول حاجة كنديرو هي دوك الجناب، كيتلصقو هاد الجناب هادو، هذا كنخيطو هاد الجنب مع هاد الجنب. غادي نفصلكم أنا تنيت التوب ديالي على ربعة كما كتشوفو. دابا أول حاجة غادي نديرها بعد طبعا ما تاكدت من القياسات ديالي بانهم هما هادوك يعني كافيني، غادي ندير التركيب درت فيه 30، غادي ندير حتى هنايا غادي نحسب 30 30، ها هي درت العلامه ديال 30. من هاد 30 هادي غادي ندخل ب 10 سنتيم، من عند هاد 10 هادي غادي نمشي خرج ندير واحد الخط اللي هو مستقيم لعند الراس ديال الثوب او لا نخرج بالزيرو. كتشوف بحال هكا انت 30، غادي نشوف شحال هاد المسافه اللي عندي انا هنايا، غادي نقسمها على جوج، نحدد المنتصف ديالها، غادي نجي هنا تاني غادي نحسبو على جوج، غادي نحدد المنتصف ديالو، هنا كذلك غادي نحسبو ونقسمو على جوج وغنحدد المنتصف
ديالو، يعني بحال هاد عفوا بحال هاد المساحه دابا اللي عندي هنا. نتاكد شي هاد الكعبه ديالي 30 هاد المسافه اللي هنا كتقسم على 4. هاد النصف هذا الاولاني اللي قسمنا 4 طلع فيه بسنتيم، وهنايا هذا اللي هنا غادي ندخلو فيه بسنتيم. ودابا غادي نخرج نصيب هاد النقطه مع هادي مع هادي، وهادي مع هادي مع هادي، بحال هكا بحال شي تقويره صغيره هاد الشكل هذا. غادي نطلع دابا غادي نخرج هكا 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 غادي نوصل للزيرو هاد الشكل هذا. بالنسبه للطول ديال الكم ديال السيده عندي فيها 62، غادي نجي من هنا 62 ونحددها، هاي 62 ديالتي 62. في دورة الكم عندها 16، دورتكم 16 ها هي، نسطر هادي دابا هنايا نستعمل هذا، وغادي نصير هاد النقطة هادي مع هاد الزاوية هنا. غادي نبدا من هنا دابا هكا نخرجو بحال هكا، نشوف الراس ديالو يشوف ليا هادشي، نشوف بحال هكا وهذا هو الكم ديالو. نثبت هنا بالفناتي باش مبقاش هنا التوب كيبقى يزلق الوقيته اللي غادي نقطعو. هذا هو الكم غادي نقطعو وغنرجع معاكم. كم بعد ما قطعتهم كما كتشوفوا غادي نفصلهم دابا هكا. غادي نشد هنايا هاد جوج اجزاء هادو ديال الامام، وغادي نجي المنتصف هنا وغادي ندخل بسنتيم ونص. هاد سنتيم ونص غادي نخرج بها في الزاويه، نخرج هنا في الزيرو، يعني هنا ما نقيسوش وهنا كذلك ما نقيسوش، نقطعها غير هاد شويه من المنتصف فقط. غادي نقطع هاد الجزء هذا اللي في المنتصف، هنا كنخرج في الزيرو وهنا كنخرج في الزيرو. ودابا غادي نكمل معكم، غادي نفصل معكم دابا الكول شوميزي، لان هاد اللبسه هادي فيها الكول. اول حاجه كنديروها ملي كنبغيو نفصلو الكول، هنا انا باقا عندي مثبته كما كتشوفوا الخلف مع الامام بالفنيته باش يسهل عليا انني نشد لهم القياس ديالهم. غادي نشد القياس ديال الخلف هو الاول، بحال كما كتشوفوا دابا كنوقف سنتيم بحال هكا باش كنعبر شحال عندي في الخلف. هنا عندي 8 سنتيم، غادي نقيدها وغادي نرجع دابا نعبر الخلف حتى هو وكنمشي مع داك الخط اللي يعني مع الدوره ديال الامام كما كتشوفوا. على هاد الشكل هذا كنوقف السنتيم وكنبقى دايره به حتى كنوصل القياس ديال حتى كنتحصل على القياس ديال الدوره ديال الامام. لكن هذيك 10 سنتيم اللي كنا زدناها في يعني في الامام ما غاديش نحسبوها، هذيك 10 سنتيم اللي كتشوفوها راه هي اللي مسطره، هذيك ما غاديش تحسب لان هذيك داخله في الصديفات، هذيك غادي تتنا داخله في العبر ديال الصديف. اذا غادي ناخذ غير هذا القياس هذا اللي كتشوفوه معنا هو اللي غادي هذا القياس هذا هو اللي غادي نزيدو على العبر ديال الخلف. هنا جاتني كنحسب المجموع اللي عندي ديال الامام مع المجموع اللي عندي في الخلف، يعني هنا في الامام لقيت 17 سنتيم وفي الخلف لقيت 8 سنتيم. غادي نجمعهم وغادي داك القياس اللي لقيت هو اللي غادي نحط في الكول شوميزي. هنا جبت التوب ديالي طويته على 4، واحد القطعه من التوب اللي عندي نيت على 4 كما كتشوفوا، ثبتها بالفناتي باش ما تبقاش تهرب ليا. ودابا غادي نحط القياس ديالي. بالنسبه للعرض ديال
الكول شوميزي كما كتشوفوا غادي تكون فيه 8 سنتيم اللي غادي ندير فيه انا في العرض، كاين اللي كيدير فيه 7 سنتيم، انا غادي نخدم فيه، كاين اللي كيدير حتى 10، انا غادي ندير 8 سنتيم في العرض ديال هاد الكول هذا. كما كتشوفوا معايا غادي نحط، اول حاجه غادي ندير هي انني غادي ندير واحد الخط اللي هو مستقيم باش نشد عليه العبار مضبوط ويجيني العبار ديالي مقاد وقياس. غادي نحد واحد السطر كما كتشوفوا هكا، غادي نحدد العبار اللي غادي نخدم عليه. هنايا كما كتشوفوا دابا غادي نشد القياسات ديالي، غادي نحط كما قلت لكم انا هنا دابا خدمت ب 7 سنتيم، عفوا اللي باش خدمت هنايا ماشي 8 سنتيم، خدمت ب 7 سنتيم هي اللي خدمت بها، حيت كما قلت لكم كاين اللي كيبغي يخدم كاين اللي كيحط 8 في الكورشوميزي وكاين اللي كيدير كذلك تسعود، كيبقى الاختيار على حسب العرض نتوما باش بغيتوه. كنعتذر على الازعاج البنات في الزنقه. المهم كما كتشوفوا انا حددت ديك 7 سنتيم غدي مشيت بها نيشان، عاودت سطر واحد اخر باش كنقاد القياسات ديالي مضبوطين. دابا غادي نحط القياس ديالي ديال اللي لقيت في العبار ديال الكول او الدائره ديال العنق سواء في الخلف او في الامام، وغادي نحددو، غادي نشكل بحال مستطيل على هذا الشكل كما كتشوفوا. كنحاول نخدم معكم شويه باش يبان لكم مزيان. دابا غادي نجي غادي نخرج ب 3 سنتيم، يعني على في الزاويه كما كتشوفوا راه خرجت ب 3 سنتيم، وغادي ندير واحد السطر غادي نصيل ديك 3 سنتيم اللي خرجت بها مع الراس ديال الزاويه اللي اصلا عندي تما في داك القنيت، يعني الجهه مثلا من التحت ما كنزيدوش، كنزيدو غير من الفوق 3 سنتيم خرجت بها غير من الفوق. ها هي كما كتشوفوا دابا هذه ديال 3 سنتيم اللي انا خرجت بها، يمكن لك تخرج حتى ب 4 سنتيم، يعني يمكن لك دير 4 يمكن لك ديري 3، كلهم كيخرجوا الكول زوين. غادي نجي لهنايا في الراس ديال في داك القنت كما كتشوفوا، غادي نطلع بسنتيم ونص باش طلعت من هنايا، وغادي نسطر من عند ديك سنتيم ونص لعند الراس ديال الزاويه، وبلا غادي نخرج في الصفر كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. دابا غادي نقطع هاد الكول هذا، انتما كما كتشوفوا هنا طلعت بسنتيم ونص وخرجت في الزاويه اللي هي في الراس ديالها خرجت ب 3 سنتيم، كما يمكن لكم تخرجوا ب 4 سنتيم. كيبقى الاختيار على حسب الكل كيفاش بغيتو، واش بغيتو عريض بزاف ولا غير يكون هكا صغير، يكون كل شوميزي ولكن ما صغير يعني ما كبيرش بزاف. هنايا حيت السيده طلبات لي ما بغاتوش يكون كبير بزاف على حسب يعني محجبه، راكم عارفين الكول من تحت الحجاب الا كان كبير كيبقى يبان من فوق، داكشي علاش درتو ليها بهاد القياسات هذا باش كيجي زوين ومحيدق وما كيكونش يعني من فوق من تحت الحجاب، سواء دخلات فيه الشال ديالها اولا دارت داك الشده ديال كما كنسميوها الشده ديال الاطراك اللي كتلوحيها هكا الشال من موراك، كيبقى يعني ما كيديرونجيكش الكول. انا عارفين حنا المحجبات شويه الكول كيجينا شويه كينكشف يعني اللبسه بالنسبه للشال، ولكن هكا لا، هاد القياسات اللي عطيتكم كيجي الكول يعني زويون وصغير، ما ماشي شي كول اللي هو كبير بزاف. هنا في هاد الزاويه هادي غادي هاد الزاويه اللي شفتو غادي نقص منها واحد شويه، نثبت باش ما يزلقش ليا. هنا كما قلت لكم هاد الثوب هذا كيزلق، هنا غادي نحاول غير نقاد هادي بحال كندورها واحد شويه باش ما يجينيش داك الراس ديال الزاويه مقنت منين نبغي نخدمو، ما تجينيش ديك القنت هكا خارجه ديك داك القنت ديالو. كنحاول ندير غير بحال واحد نصف دائره صغيره باش كنحدد داك سميتو، ما يجينيش داك القنت هكا خارج بزاف الوقيته اللي انا نبغي نخيط على هذا الشكل هذا. كنتمنى الفيديو يكون واضح بالنسبه لكم وكونوا تبعتوا معايا المراحل من الاول حتى الاخر. هذا هو الكول ديالنا كما كتشوفوا، هو هذا بعد ما فتحتو كيجي على هذا الشكل هذا، المنتصف راه هو كنعلمو باش كيجينا مقاد،
باش عفوا كيجينا ساهل الوقت اللي كنبغيو نخدمو نلصقو الامام مع الخلف. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنينا الاعجاب ديالكم، ما تنساوناش من اللايكات والتشجيعات ديالكم، من التعاليق ديالكم الى كملتو الفيديو، وشكرا على حسن المتابعه ديالكم، ونخليكم في امان الله ورعايته.